العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها انجي حبيبتي كيفك؟ انا كويسه الحمد لله. انت ازيك يا ناي؟ عامله ايه؟ طمنيني عليكي. انا كتير منيحه بس بدي اطلب منك طلب، في مجال؟ بأمريني يا حبيبتي. بدي اجازه. اجازه؟ اي من غير راتب. وعايزاها ليه؟ بدي اسافر. تسافري ليه يا ناي؟ في ايه؟ طمنيني، في حاجه حصلت؟ عندي وضع عائلي ولازم اكون موجوده. هتسافري لبنان؟ لا لا مش لبنان. يبقى اسكندريه. كيف عرفتي؟ عيب يا بنتي، واحنا بنلعب ولا ايه؟ طيب حياتي بليز خلي هذا الموضوع بيناتنا. اوكي طبعا يا حبيبتي، سرك في بير. ميرسي انجي. طب اقول لك ايه، لو استاذ كريم سالني على سبب الاجازه اقول له ايه؟ قولي له اني سافرت بس ما تقولي له لوين رحت. من عيني. طب انت عايزاها كم يوم؟ اجازه مفتوحه. اجازه مفتوحه؟ لا بقى، ده انا كده انا بقى اللي هزعل. لا حبيبتي ما تزعلي، بجوز طول يومين ويمكن اكتر، ما بدي اتأيد بموعد. طب والمشروع يا ناي؟ اي مشروع؟ اي مشروع؟ مشروعك. ما تخافي تركته بايدي امينه. اللي تشوفيه يا حبيبتي، انا حالا هعملك الاجازه المفتوحه ومن غير مرتب كمان، بس عشان خاطري بلاش تتاخري، لحسن انت هتوحشيني قوي. حبيبتي انجي انت كمان. باي باي يا حبيبتي. باي. حبيبي. ايه حبيبتي؟ اليوم عامل شي بعد المكتب؟ ما بعتقد. لا ليش؟ طب بمرق عليك يعني بنظهر؟ مش انت حتكوني برا اليوم؟ لا لا ماني ظاهرة من البيت، بس انه هيك قلت انا بظهر انا وياك نتعشى نغير جو شوي. مثل ما بدك. طب اتمنى منيح؟ اتمنى اتمنى اوكي. طب انتبه على حالك. ايه؟ شو؟ من غيرك بالسواقة، ما الناس مجانين بالسواقة صايرين هالايام. شو بنا اليوم حساسة أكثر من العادة؟ بحبك. ليه مدمعة؟ في شي ما بعرفه؟ لا بركي اليوم انا حساسه شوي زياده عن اللزوم، خصوصا اني عرفت انه صعب يحبلي. عم وعملتها يا نزيه؟
دخلك هن انه كان عندهم مشكله ما بدهم يحكوا فيها؟ لا مش انه مشكله، بس انه نازي ما كان بده يجيب اولاد من ساميه. كيف يعني ما بده يجيب اولاد من ساميه؟ مش انه من ساميه من ساميه، انه الفكره ما كانت براسه بعتقد. بس شو رايك اذا بنقول لهم نتعشى مع بعض الليله؟ ايه والله فكره كتير حلوه، بس انا زمان ما فرحنا. واخيرا ولك قويها ليلى ما تفرح الليلة. كان الزلمة فكروا في شيء. يلا فل، انا بحكي سامي فل. انجل روح، اي حد يسال علي يكلمني بكره بعد الساعه 10. اوكي يا فندم. ثانيه واحده. لا معلش يا راحت فين؟ ايوه اهي، على الورقه دي بس قبل ما تروح. انت ايه حكايتك؟ انت ما بتشبعيش ورق؟ عندي الورقه الاخيره يا فندم. ما نشوف اخرتها معاك. ايه ده؟ اجازه يا فندم. ما انا عارف ان هي اجازه، بس اشمعنى دلوقتي؟ الشغل اللي متلتل في الشركه ده هنسيبه لمين ان شاء الله؟ في ايدي الامينه. انت ايه حكايتك مع المسلسلات بالظبط؟ هو رمضان قرب وانا ما اعرفش؟ لا يا فندم، انا بس بوصل الكلام اللي قالته نايه. بقى كده. طب انا بقى مش شايف سبب للاجازه دي. ازاي بس يا فندم؟ السبب مكتوب اهو، لاسباب عائليه. اجازه عائليه؟ وكمان اجازه مفتوحه يا فندم. يعني اجازه عائليه واجازه مفتوحه. مفيش مشكله، ادي امضتي وهي حره ترجع وقت ما ترجع. انا خلاص. في ايه؟ مثل كافيه زيت ورحنا عليه مره الماضيه. الا اذا انت عبيتك محل تاني يعني. ايه بامر وحامك ست ساميه، ما تاخروا. باي. ايوه يا ناي. حبيبتي بدك شيء من الاسكندريه؟ لانه انا هلا طالعه. عاوزه سلامتك يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك. طيب انجي ما تنسي تعملي لي اجازه. ايه ما بدي اغيب بشكل غير رسمي. خلاص يا حبيبتي، عملت لك الاجازه من ساعه ما كلمتيني، واستاذ كريم كمان وافق عليها. اطمني خالص، كل حاجه ماشيه رسمي. طيب حبيبتي، باي. باي باي يا حبيبتي. مساء الخير دكتورة. أهلا وسهلا، تفضل. يعني وأخيرا زبط موعدنا، كنا كل ما عم نتفق على موعد يجيك شي معه وقدر ألغيه. مش مشكلة، المهم بالنهاية تكوني بصورة كل شي وتتفهمي موقفي. بس أنا خلص دكتورة سبق وقلت لك إنه استبعدتك عن القضية. بعرف بعرف، بس هذا الشي ما بيمنع إنه المعلومات اللي بدي أقول لك إياها معقول تضوي لك على شي قضبة مخفية. قضبة مخفية؟ زعلك على صاحبتك وغضبك من انتحارها خليني صراحة أجل الحديث بالموضوع للوقت المناسب، وإن شاء الله يكون هيدا الوقت المناسب. بليز دكتورة كفي حديثك، أنا عم بسمعك. حضرتك أول مرة جيتي لعندي على العيادة واتهمتيني إنه عم اتواطأ مع السيد عاصم زوج مدام نايا. بعتذر منك، بس أنا عن جد بوقتها ما كنت عم بقتنع إنه ليش من اللي عم بتشوفيه ما عم بتصدق إنه هو ناتج عن ضرب. معك حق، الردود والكلمات اللي كانت معلمة على وجه لنايا أكيد ناتجة عن ضرب مأذي من حدا منه إنسان طبيعي أبداً. طب ليش ما قلت هيدا الشيء قبل؟ هيدا الشيء كان بناءً على طلبة. لما فاتت المدام نايا على غرفة العمليات كان بحالة مزرية وكانت عم تنزف، وكان واضح إنها معرضة للضرب. قربت عليها وسألتها. مين يلي عمل فيكي هيك؟ دكتور بليز خلينا نحكي لوحدنا. هون الغرفة شوي لو سمحت. نايا نحن وحدنا هلا، احكي. مين هذا المجنون يلي عمل فيكي هيك؟ وقعت نازل. هذا الكلام مش صح،
يا بتقولي الحقيقة يا بستدعي طبيب شرعي وخليه هو يقرر بوضعك وياخذ لك حقك. دكتور رح اقول لك الحقيقة، بس بدك توعديني، بدك توعديني انه ما ترفضي لي الطلب، بليز وعديني. بوعدك. جوزي هو يلي ضربني، بس ما فيه يقول الحقيقة. خايفة منه؟ لك هيدا لازم يفوت حبس. تعيش بسلام، مش هيك بدي اياك تساعديني. كيف فيني ساعدك؟ بدي اياك تعملي حالك مصدقة انه انا وقعت من عند السلم. بس هيك ما بكون عم ساعدك، بالعكس بكون عم بعطيه فرصة تانية انه يرجع يأذيكي. انا بدي اياه يطلقني مش يفوت على الحبس، لانه اذا فات على الحبس بده يرجع يطلع يوم من الايام ينتقم مني ويأذيني مرة تانية. بس كيف بدك اياه يطلقك؟ اذا عرف انه انا ما بقى فيني اجيب اولاد يمكن يتركني يشوف حدا غيري. شو عم تفكري نايا؟ بدي اياه يقتنع انه انا ما بقى فيي اجيب اولاد. اذا عم تطلبي مني ساعدك بهالطريقه انا اكيد ما بقبل. دكتور فهمتيني غلط، ما بدي اياك تعملي شيء، بدي اياه يقتنع انه انا ما بقى فيني اجيب اولاد، انا صرت معطوبه. بس هيك حكي شو بده ياثر بواحد مثل جوزك؟ حيأثر. اذا فكر انه ممكن انا انتحر بسبب يلي صار فيي. وانت ممكن تنتحري نايا؟ أنا لو عم فكر انتحر يا دكتور كنت خليته يقتلني لحتى أخلص من هالعيشة اللي عيشتها معه. وليه بدك إياه يفكر إنك معقول تنتحري؟ حتى يقدر يطلقني. يطلقني بفكر إنه أنا لحقته لحالي وبيقدر يطلقني. بليز دكتور ساعديني. هاي يعني نايا كان بعد فيها تجيب ولاد؟ 100%. طب وليه خبت علينا كلنا؟ هي كانت مصرة على السرية التامة. بس أنا يلي مستغربته إنها فعلاً انتحرت. كنت مفتكرة إنها عم تدعي هيدا الشيء بس حتى تتخلص من زوجها. الله يرحمه. على كل حال أنا كنت حابة بس وضح موقفي حتى ما تاخدي عني فكرة غلط وتظلميني بوجهة نظرك. يعني نايا كان بعد فيها تجيب ولاد؟ 100%. حكي معك الزلمة؟ ايه اتصل بعد الظهر، قال ما عجبته المكات. فينا بليز ما بقى نحكي عن الشغل، هلكتونا. طيب سوري. طب جايين نتسلى. والله سوري خلص. هي الو شو بك ليلى ولا ما انت معنا؟ وين بدي اكون معكم؟ كلنا عم ناكل الا انت. ايه هلا بسكب. ليلى شو بك؟ ما بين شيء. شو بدي ساوني؟ ما بين شيء. من اول ما قعدنا مش كأنك معنا. عن جد حسيتها كأنه شايفة شيء عفريت ومسبوعة مرعوبة. لا والماشي لهون فكرتها هي. بصراحة نزيه معه حق. شو شفتي عفريت عن جد؟ لا بس أنا وجاي كنت عملت حادث فظيع. شو عم تحكي؟ شو؟ ايه ما كل الوقت عم تحذرني انتبه حادث والسيارات والعالم وكذا، طلعت هي اللي بتعمل حادث سيارة. طب بركي كان قلبها حساسة. قلبها كان حاسسها بس غلبت بين نمرة سيارتك وسيارتها. زين. بس كيف بدك اياه يطلقك؟ إذا عرف إنه أنا ما بقى فيني أجيب أولاد يمكن يتركني ويشوف حدا غيري. جاي عبالي احكي لك قصة حياتي كلها. ليش؟ لأنه من حقك تعرف عني كل شيء. هالقد ما بعني لك؟ لا بتعني لي كثير. لدرجة ما بحب أعرف عنك شيء. ايه قال لي جبران انك ما بتحب تتدخل بخصوصيات الاشخاص اللي اوقات بتلاقيهم. ايش جبران بيعرف شيء؟
بيعرف شي عن شو يعني؟ عني أنا وأنت. لا كيف بده يعرف؟ انت هلا كنت عم تقولي لي إنه جبران قال لي. إيه بس هيدا كان من قبل ما أنا أعرفك يعني، كنت وقتها عم فتش على حدا يمسك لي الشغل وهيك يعني. بس إنه يعني الرجال ما ارتكب جريمة، إنه بالعكس كان عم بيمدح. شو حكى لك كمان؟ كل خير وحياتك. شوفي جهد، أحلى شي بقصتنا إنه هي تخصنا نحن الاثنين وبس. يعني أي طرف تالت رح يعرف بالقصة رح تخسر كتير من سحره وحرارته، صح ولا لا؟ أكيد صح. جبران ما أحب، أنا ما بحب أدخل الخصوصيات هذا ولا بحب حدا يدخل خصوصياتي. طيب بحكي لك حكاية. رجعنا للحكاية؟ بدي اياك تتسلى وما تمل معي ولا لحظة. أنا لو بدي مل ما كنت جيت لعندك بنفس اليوم ونفس الليلة. إن شاء الله بيصيروا ألف ليلة وليلة مثل ما بتقول أم كلثوم. إذا بدهم يصيروا ألف ليلة وليلة معناتها كم حكاية بدك تحكي لي يا شهرزاد؟ شو؟ شو هيك شي؟ شهد شو بك شي؟ لا لا ما بنشي. لا أنا افتكرت حالي عم بحكي شغلة مضومة يعني طلعت بايخة؟ لا لا كتير كتير حلوة. بس بتعرف أنا ذهني صار شوي غليظ يعني على الأشياء المهضومة، ما بضحك كتير يعني. سوري عن جد بعتذر، هي قد ما زال نايا خافت مني. هشام انا بعرفك قبل هلا. لا لا انت ما بتعرفيني بس انا بعرفك. انا جاي من قبل فادي ابن خالتك. دلي انا يا دلي عبادي يا دلي. لك رؤية خالتي رؤية كفيلي هشام كفيلي رؤية شوي. ايه فضلوا يضربوه لحد ما فقد الوعي فكبوه على طرف الطريق، سرقوا سيارة اللي كان سيئة وراحوا. هلا الله بحبه أنا كنت مارق هونيك بهديك اللحظة، فنقلته على المستشفى وبلغت عن شو اللي صار بمخفر الشرطة وعطيتهم حتى مواصفات السيارة. يا حبيبي يا فادي، بعده بالمستشفى؟ إيه بعده بالمستشفى، لأنه باقي كوما وقت طويل يعني من شي جمعة بس بلش يوعى، وعطاني رقم التليفون هون، ولأني بشتغل كوبايلوت وكان عندي رحلة على مصر، طلب مني أشوفك تقول لك إنه ما قدر يوصل للأمانة. أمانة شو؟ مش مهم الأمانة هلأ، المهم إنه هو بخير. إيه بس هالزهران ما خلوا بجيبته ولا ليرة، يعني حتى السليولار شلحوا إياه، ولو هويته كانت بنفس الجدان اللي انسرق، ما كان حدا قدر يتعرف على اسمه أو يعرف مين بيكون، خاصة إنه الحكمة كانوا خايفين يوقع من الكومة فاقد الذاكرة. يا دلي الله يكسر إيدين، الله يكسر إيدين اللي كانوا السبب. بس وقتها وقع كان متذكر كل شيء. أشكر الله. وبالمستشفى تأكدوا إنه هو صاحب الهوية، من بعد ما كان عندهم شك قد ما كانت ملامح وجهه مش واضحة لأنه كان مردرد ومجروح. يا دلي أنا عصبي. يا خالتي روقي عم بقلك صار منيح، قعدي تقبريني قعدي ارتاحي.
وبعت لك معي هالرسالة. فرجيني. بنت خالتي العزيزة نايا، بعد ما سمعت قصتي من هشام هيدا الشاب الطيب الخدوم، بيبقى تعرف اني بحاجة لمبلغ 5000 دولار مصاريف المستشفى وباقي حساب سرحان. هشام ساعدني بس عقد امكانيته ودفع من جيبته 700 دولار، بعرف انه رقم كبير، بس انا بوثق فيكي وبقدرتك على تأمين هذا المبلغ. ما بخاف عليكي، بس انا مش عارفين اطلع من المستشفى غير ما سدد الفاتورة. بعتذر لاني حطيتك بهذا الموقف، كان ممكن اطلب المصاري من جبران، بس بعد اللي صار ما إلي عين احكيه، وما بقي لي حدا غيرك يخلصني من هالمصيبة. بوصيلي امي وخالتي، وضعك على امل نلتقي قريبا. فادي. كتر خيرك انك ساعدته بدون ما تعرفه. هيك الله راد. انكتب له عمر جديد على ايديك يا ابني، الله يحميك ويخليك لاهلك ويبعد عنك ولاد الحرام. مرسي. نايا شو عم تعملي؟ انا ماني مستعجل على شيء، يعني بصراحه فادي بعت معي رساله غصب عني. كتر خيرك، انت ما خصتك بشيء. بعتذر انا، بس هيدا المبلغ اللي معي اليوم، بكره بأمن لك باقي المبلغ. انت ايمتى مسافر؟ طيارتي بكره بالليل. عال بكره الظهر المبلغ بكون عندك. تفضل. ميرسي. خالتي ما بدك تعملي لنا قهوه؟ اكيد تكرم عينكم. ممنونتك يا ابني، ممنونتك. صدقيني منا مشكلة، بليز خلي معك المصاري لبكرة. هيك بتعطيني المبلغ كله فرد مرة. أعطيني تليفونك. قلو لفادي يشتري خط جديد ويحكينا على هيدا الرقم. طيب. كرمال هيك الخط مسكر. الله بيعلم قد ايه دقيت له. أتاري تليفونه كان مسروق. سيفت رقمي عندك وهلا بعيد اسمك عندي على السجلات. اوكي؟ اوكي مرسي. نايا؟ 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 ماما شوفي حبيبتي، شوفي لما فتي لعندي من اول ما جيتي يا امي. ما بدي وعيك. في احلى من اني اوعى على صوتك. كيف بتجي بتتركيني نايمه؟ هلا بعدني واصله. وهالمره، هالمره رح تبقي معك؟ رح ابقى حبيبتي، رح ابقى. اشتقت لك يا نايا، اشتقت لك يا أمي، اشتقت لك. ما أنا حالك تشتقي لي أبدا أبدا. ليلى شغلتي لي بالي، شو صار معك عند دكتورة ندى لحتى انقلبتي فوقاني تحتاني وما عدتي على بعضك؟ فيني خبرك هلا سامية، هلا بعده طالع فارس ينام، هلا بيسمعني. لهالدرجة الموضوع مهم؟ شوقتيني اعرف. خلص قلت لك بعدين بخبرك، يلا فوتي نامي. طيب اي متى؟ خلص بالوقت المناسب. باي. مع مين عم تحكي؟ مع سامية. شو بدها بهالوقت؟ ما بحياتك تسأل مرحبا ليش بتلفن باخر الليل وشو بدها؟ ايه والله معك حق، مظبوط. يعني لما كنتي انت حبلي. الله يعينك يا نازين. حياتي انت مش كنت طالع تنام؟ بلا، بس ما نسيت المي. انت شو بعدك عم تعمل؟ مالك بالعاده تسهر هلا؟ ما انا ناطره مسلسل تركي. نايمة.
لا دهشي طلعي لنا من غرفتك. تأخرت شوي، كان عندي شوية شغل، مشروع جديد عم حضره. توفيق حبيبي. فايقك بموعد معين الصبح؟ لا لا بدي نام، اتركيني بدي نام على راحتي. صباح الخير. يا نوح ماشي لوحدك ليه كده نص الليل؟ وانا خلاص ما بقتش لوحدي، اديني معاك اهو. واخري طيب بقى. مش عارفة غير ان انا مش قادرة اصدق ان انت بتضيع بين ايدي وتروح لواحدة تانية يا كريم. حاسة ان انا بموت بجد. نهى انت كده بتضيعي وقتك وبتضيعي حياتك كلها. اسمعيني كويس يا نهى، انت بنت زي القمر واي حد يتمناكي، قدامك مستقبل كبير، بس انا عايزك بقى تركزي في مستقبلك. وصدقيني يا نهى دوري على حد غير يساعدك، انا مش هساعدك. يا سلام بالسهوله دي، انا لا اعرف كنت عملت كده من زمان يا كريم، بس أنا بحبك أنت، مش عارفة أشوف حد تاني غيرك. حبيبتي أنا زي خيال المآتة بالظبط، يعني مش هفيدك بأي حاجة. أنا مش عايزة منك حاجة بجد، مش عايزة منك حاجة خالص، أنا عايزك تبقى موجود في حياتي بس كده من بعيد. والله بأمارة إيه؟ تليفونات؟ مسجات؟ وآخرتها بتراقبيني إيه؟ وكالة الاستخبارات الأمريكية؟ أعتبرها إن أنا بخاف عليك. يا ستي أنا كويس، كويس وزي الفل. لا أنت مش كويس يا كريم، أنت مش كويس. بص لنفسك دلوقتي ولنفسك زمان. زمان كنت مطمن ومرتاح وشغلك ماشي زي الفل، لكن بص لنفسك دلوقتي بقيت عامل إزاي. حياتك كلها فوضى ومش عارف أنت بتعمل إيه. عارف ليه؟ عشان سبتني وعمال بتبعد عني اكتر واكتر، بتروح لواحده ما تستاهلكش. من فضلك مش عايز غلط يا اخي، حتى بص لشغلك دلوقتي بعمل ازاي.
الشركات قاعده بتبص عليك وانت عايز وانت قاعد بتنهار قدامهم، لكن انا الوحيد اللي عايز اشوفك ناجح. حرام عليك يا كريم، انت ليه بتعمل فيا كده؟ مش عارف اقول لك ايه. على كل حال انا بشكرك، طول عمري بقول عليك انسانه كويسه. ممكن اطلب منك طلب؟ ايوه طبعا. ممكن تفتح باب العربيه وتنزلي تاخدي عربيتك وتروحي على البيت جري؟ كريم عشان خاطر ما تسيبنيش لوحدي دلوقتي، انا مش هستحمل ان اقعد لوحدي دلوقتي. نوع حلي بقى عن سماي، انا عندي مشاكل كتير جدا. كريم انت بتوجعني قوي على فكره. انت اللي بتوجعي نفسك. نوع من فضلك من فضلك انزلي يا نوع، انزلي بقى. الو ايه شهرزاد؟ ما نمت يا جبران، ما نمت، كيف بده يجيني نوم؟ ليه؟ خير؟ في شيء جديد؟ اول شيء قال لي انه ما بده حدا يعرف عن علاقتنا والا بيتركني. هو قال لك بيتركك؟ انه ما نطق على الكلمه يعني، بس انه قال شيء بنفس المعنى. اخ منك ما اهنديك، انا قلت لك ما تحكي له قصه حياتك، شفتي؟ وصلت للي قلت لك اياه. كي ما تذكرني بقصة حياتي، دخيلك فقعني هون كلمة جابت اخرتي، مش هيك عم بحكيك بهيدا الوقت. شو قال لك؟ قال لي يا شهرزاد. ايش؟ هيك قال لك؟ يا شهرزاد؟ ايه، او لك عرف الحقيقة؟ لا لا ما بعتقد عرف الحقيقة، لو عرف كان دق لي الي حتى يسألني، مش أنا عرفته عليكي؟ وبركي بده يوقعني بالكلام. ليش شو صار؟ لما قلت انه بدي احكي له عن قصة حياتي، قال لي ما بدي اعرف شيء عنك. قلت انا يا بنت تحكي له نفس القصة بس عن حدا تاني، انه بدي اعرف شو بده يقول. فقام بيقول لي شو قصتك انت وهالحكاية يا شهرزاد؟ لك اخ منك شو بوم مخك واقف مش عم يفرز. شهرزاد عاصم قصده انه انت تكوني مثل شهرزاد يلي بتحكي كل ليلة قصة لشهريار. كي بشرفك؟ هي مزبوط. بس كيف كان بده يخطر لي ساعتها؟ يعني ما انا في عراسي بطحة. يلا المهم مرتاح بالك هلا؟ ماشي الحال. اوكي فيني ارجع نام؟ يلا بعتذر جبران فيقتك بهالساعة يعني عن جد، بس بتعرف حالتي يعني عن جد بعتذر. الله يساعدني عليك. خلص ولا يهمك، انا راح اجرب ارجع نام. باي. Thank you.
بدك ترتاحي شوي؟ إذا بدك بس ماشي الحال. يلا ما في بعض. تبغي في شوي كمان؟ بيوصلنا؟ يلا ماما هون يا حبيبتي قعد. بتعرفي شو ماما نسيت تجيب معي مي. منا مشكلة حبيبتي. كيف منا مشكلة؟ كيف بدك تاخذي الدواء بلا مي؟ بتعرفي في دكانة هونيك رح روح شوف إذا عندهم مي. بدك تتأخري؟ لا ماما مش رح أتأخر ما تخافي رح يضلون عيوني عليك. طيب حبيبتي. ازيك؟ عايزة مية لو سمحت. الو انجي صباح الخير. ايوه نايا ازيك يا حبيبتي. منيحه حبيبتي. بعتذر انه انا عم بقول لك هالقد بكير بس قلت بركي بلحقك قبل ما تروحي على الشغل لانه عايزتك بموضوع كتير ضروري. ايه يا حبيبتي خير طمنيني في حاجه؟ انا مضطره على مبلغ بركي بتقدري تسحبيه من نسبه من المشروع وبعدين تخصميه. طب وعلى ايه اللفه الطويله دي يا نايا؟ طب ما تسلفيها على طول من استاذ كريم. لا لا انا ما بحب استلف من حدا. انت عارفه المشكله في ايه؟ ان الميزانيه كلها في ايد طارق ولا انت ناسي؟ لا لا ما نسيت بس انا ما بدي اضيع له وقته. إذا في يعملك تفويض لإلك وإنت بتسحب المبلغ. بليز أنجي بليز أنا كتير بحاجة لإلهم اليوم الظهر، لو ما كنت بعيدة كنت أنا تصرفت. كم المبلغ ده؟ 5000 دولار. خلاص ولا يهمك، أنا هتصرف. بليز أنجي بحاجة للمبلغ جاي بتسحبيه. يا حبيبتي خلاص ولا يهمك، إن شاء الله يا رب أبيع لك العربية. عربية شو بلي؟ في عمرك ما أهضمي. قولي لي طب أبعت لك الفلوس إزاي؟ في واحد اسمه هشام بيشتغل مساعد طيار رح يمرق لعندك على المكتب ياخذ المبلغ بس ما تنسي تعملي وصل. خلاص اوكي. لكن رح اتصل هلا بهشام اعطيه رقمك لحتى تتواصلوا مع بعض. اوكي حبيبتي. اوكي باي حبيبتي. باي. نايا مين غيري يا ماما؟ اتاخرتي يا بنتي. كجبت لك المي. يلا خلصي السندويش تعطيك الدواء. خلصت يا امي خلصت. ماما اكلت شيء بعدها مثل ما هي. هيدا اكلي يا امي. حبيبي تعطيني حبة الدواء اذا بتريدي. طيب تفضل. انا ام عبود. اهلا. تساعد الست نايا. تفضل تفضل. ما بعرف كيف بدي اعتذر من استاذ عاصم، والله امبارح عرفت من سرحان. غمانتها استغنت عني وجابت وحده ثانيه، الله يرحمك يا ست نايا، بيعان شبابي. ام عبوده هدي، ليش واقفه؟ حضرتك بتكوني اخته لاستاذ عاصم ما هيك؟ بلا. تشرفنا. حكاني عنك سرحان، عن قلبك الطيب وعن لطفك. والست نايا كانت تعتمد علي بكتير اشياء. الله يرحمك يا ست نايا. يا أميرة، يا ست الستات. اشتغلتي عندها مدة طويلة؟ وكيف لكان؟ ما كانت تستغني عني أبدا. وحتى أستاذ عاصم ما كان يعجبه العجب، وكان منقنف شوية، ما كان يوثق إلا بشغلي. كيف كانت تتعاملك؟ ست نايا ملاك ماشي على الأرض مثل الفراشة، ما في أكرم منها، ما في أطيب من قلبها. ربنا ما بياخد إلا المناح، هيدي مشيئته. ودخلك أم عبود كانت سعيدة بحياتها؟ ولا اللي بده يكون عايش مع أستاذ عاصم ما بده يكون الله راضي عليه؟ ما كملت فرحته مسكين لو خلفت له صبي أو بنت، ما بتكمل مع حدا. إن شاء الله تكون روحها بالجنة. إن شاء الله يا رب. دخليك؟ مين عم بينظف لك الفيلا؟ عجبك الشغل؟ يعني ما بشي. أنا اللي عم نظف.
حضرتك ما تواخذين. لا 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 معك حق، اساسا كنت عم رتبها من قريب ولا بعرف وين الاغراض ولا وين ادوات التنظيف، بس انا حافظتها بلاطه بلاطه وكل غرض بطرحه. لا بصدق غير لشوف. وانت قلت طب لحظه بدك تبلشي من برا؟ لا بس اغراض التنظيف بالجنينه الورانيه كيف ما خطر لي دور عليهم برا؟ لاني انا مخبيتهم. والله مالك قليل يا ام عبود. وكيف لكان تركي تياب الشغل هون؟ فرجيني شطارتك لكان. ايه هلا بتشوفي. بدك تشتغلي من غير ما تغيري ثيابك؟ مش مشكل، الظاهر اخذتهم معي على البيت ونسيتهم. بتحبي القهوة؟ إذا بتشربيني بشرب. معبود؟